بسم الله الرحمن الرحيم. أحبائي وأعزائي طلاب الصف الرابع الابتدائي، أهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس مادة الرياضيات. درسنا اليوم بعنوان الرزنامة، الوحدة العاشرة، الدرس 10-4. تعلم. تقول هدى إن يوم ميلادي هو 29 من شهر فبراير عام 2008، وهو سنة كبيسة، فما هي السنة الكبيسة؟ طبعا يا أبطال، احنا عارفين إن في سنة بسيطة عدد أيامها 365 يوم تقريبا، والسنة الكبيسة عدد أيامها 366 يوم تقريبا. طبعا شهر فبراير 28 يوم في السنة البسيطة، في السنة الكبيسة ممكن يأتي 29 يوم. لازم تعرف يا بطل إن السنة الكبيسة تتكرر كل 4 سنوات، يعني كل 4 سنوات تأتي السنة الكبيسة. عدد شهور السنة الميلادية كم شهر يا بطل؟ أحسنتم، 12 شهر. وأيضا عدد شهور السنة الهجرية 12 شهر. في السنة الميلادية يا أبطال بيستخدم بعض الأشخاص قبضتي اليد عشان يعرف عدد الأيام. طبعا بيستخدم هنا النتوء المرتفع الأعلى اللي بتكون عدد أيامه 31، والمنخفض اللي هو أقل من 31. فطبعا كما تلاحظ عندي ادي مرتفع منخفض اعلى منخفض وهكذا. طبعا هنبدأ بأول شهر اللي هو يناير، اللي هو 31 يوم. طبعا دي النتوء بتوضح شهر عدد ايامه 31 يوم، والمنخفض هذا فبراير 28 يوم، ده اقل من 31 يوم. ايضا هنا مارس 31 يوم، ابريل 30، مايو 31 يوم، ويونيو 30، ويوليو 31 يوم، اغسطس 31 يوم، سبتمبر 30 يوم، واكتوبر 31، ونوفمبر 30، وديسمبر 31 يوم. اكمل من خلال قبضة اليد يا بطل. يلا أقول معايا عدد الأشهر التي عدد أيامها 31 يوم. يلا بطل نعد مع بعض. أدي 1 2 3 4 5 6 7، يبقى 7 إيه؟ 7 أشهر. أيضا عدد الأشهر التي عدد أيامها 30 يوم. يلا عد معايا 30 يوم. أدي 1 اللي هو أبريل، يونيو، 2، 3، 4، يبقى 4 أشهر. أيضا عدد الأشهر التي عدد أيامها أقل من 30 يوم. مين بقى الأقل من 30 يوم؟ فبراير، فبراير بس، يبقى شهر واحد وشهر فبراير. ما هو الشهر الخامس الميلادي؟ الشهر الخامس الميلادي، لاحظ هنا بطل، طبعا عندي أول شهر من شهور السنة الميلادية بيبدأ ب يناير، فبراير، مارس، ابريل، مايو، يونيو، يوليو، أغسطس اللي هو شهر 8، سبتمبر اللي هو شهر 9، أكتوبر شهر 10، نوفمبر شهر 11، ديسمبر شهر 12. طبعا يا ابطال لازم تعرف شهور السنه الميلاديه، كل شهر بيمثل رقم قدامه كام. يعني شهر يناير ده يعتبر شهر واحد. طيب هو هنا عايز الشهر الخامس، الشهر الخامس اللي هو شهر مايو. ايضا يا احبائي الشهر الخامس الهجري هو، طبعا يا ابطال لازم برضو تعرف الشهور السنة الهجرية والشهور السنة الميلادية
عند الشهر الخامس اللي هو جمادي الأولى. الشهر الأول الهجري هو الهجري. محرم، أحسنتم يا أبطال. الشهر الأخير الميلادي هو، طبعا ده الميلادي ده الهجري، الميلادي هنا يا أبطال اللي هو ديسمبر. اكتب الشهر الهجري الذي تقع فيه المناسبات التالية: مولد الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم في أي شهر يا أبطال؟ الحاجات دي معلومات لازم نكون عارفينها. ربيع الأول. عيد الفطر المبارك في أي شهر؟ أحسنتم، في شهر شوال. اكتب الشهر الهجري الذي تقع أيضا فيه المناسبات التالية: عيد الأضحى المبارك، ذو الحجة، الإسراء والمعراج. طبعا الأطفال دي معلومات مهمة جدا، اللي هو في شهر رجب. يتدرب سعد على السباحة مرة واحدة كل أسبوع بانتظام، إذا كان التدريب الأول يصادف يوم الجمعة الموافق 15 مارس. طبعا يا أبطال هو إيه، مرة واحدة في الأسبوع، فإحنا عايزين نعرف التدريب الثالث له إمتى. لاحظ معايا كده، أدي هنا 15 أهو يوم الجمعة، من كل أسبوع أيضا هيكون موعد التدريب الأول يوم 15 مارس. الأسبوع الثاني أيضا هيكون يوم كام يا بطل؟ هيكون يوم 22. أسبوع يعني زيد أسبوع، 7 أيام على 15، أدي 1 2 3 4 5 6 7، يبقى هيكون يوم 22. أيضا هنزيد كمان أسبوع، لأنه بيتمرن يوم واحد في الأسبوع، فبعد أسبوع هيروح يتمرن، يعني كان بيتمرن يوم 15، الأسبوع اللي بعده من نفس اليوم يوم الجمعة بس هيكون بتاريخ 22. طب اليوم التدريب الثالث هيكون إمتى يا بطل؟ أحسنتم، هيكون يوم 29. اختر الإجابة الصحيحة. إذا علمت أن عام 2020 هي سنة كبيسة، فإن السنة الكبيسة التالية مباشرة هي، طبعا يا أبطال إحنا عارفين إن السنة الكبيسة بتأتي كل 4 سنوات، يعني لو ضفنا 4 على 2020 هتكون الناتج كام يا بطل؟ 2024. أحسنتم يا أبطال. إلى هنا أحبائي نكون قد أنهينا درسنا لهذا اليوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.